تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدة عروض، حيث ثمن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وأمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، وأن ينسجم مشروع قانون المالية مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري، على رأسها مليون سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد. رئيس الجمهورية أمر برفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، ورفع منحة حجاج بيت الله الحرام، ورفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن. رئيس الجمهورية أمر بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات، وكذا المنتجات المحلية التي تسوق بأسعار الفواكه المستوردة. وبخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوبائي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، أمر السيد الرئيس بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية، وذلك بالحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول مع التحري في هاته في هوياتها. وبخصوص تقدم الرقمنة، شدد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السبرياني واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، موجها الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة. وعن مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، وجه السيد الرئيس باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية وتنفيذها بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها الخدمة. وحول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، شدد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية ومراجعة شروط منح الرخص، لا سيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية. تحرص الدولة على تأمين غذاء المواطن الأساسي وبأسعار مدعومة أو مسقفة، وتفاديا لندرة مادة القهوة وارتفاع أسعارها في العالم، تقرر تسقيف سعر البن في الأسواق المحلية على أن تتحمل الدولة هامش فائض السعر. ما يخرفي. نحن هنا ببيريتوتا عند أحد أكبر مصنعي القهوة في الجزائر. المصنع شرع في العمل بالتسعيرة الجديدة للبن تطبيقا للتعليمات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم منتجي هذه المادة. بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتسقيف أسعار القهوة، كانت السباقة لامتثال هذه التعليمة فقد قامت بتحديد أسعار وتسقيف الأسعار حسب المرسوم، كما اتصلت بالمتعامل ما يخص تجار الجملة ببيع هذه المنتوجات بحسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي. تنقلنا إلى أحد المحلات التجارية بالعاصمة لرصد وفرة المنتوج وسعره. هو قرار الله يبارك، قرار صايب إن شاء الله، يعني كما ينقص نفقاوي ينقص شي حاجة أخرى المواطن، يعني تولي على طريقة لأي واحد يقدر يجي يستهلك حاجة ويشرب حاجة. يعني على كل حال كما يقول لك قرار صعب مليح، ان شاء الله تعم كاع الامور الاخرى ان شاء الله. اتخذنا كل التدابير بالتنسيق مع جميع المهنيين وجميع المستوردين باش نشرعوا في التطبيق يعني المرن والسلس والتدريجي
لهذا المرسوم. والحمد لله اليوم بدأت العمليات نتاع ضخ الكميات على مستوى سلسلة الجملة، التوزيع بالجملة. من مبدأ طابعها الاجتماعي المكرس وحرصا على سلة غذاء المواطن، تحملت الدولة هوامش الربح في مادة القهوة رغم ندرتها وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. تنطلق حملة الحرث والبذر هذا الموسم، والجزائر ماضية في تحقيق السيادة الغذائية مع القمح أو من القمح الصلب للرفع من قدرات التخزين والتشجيع على زيادة المساحات المزروعة اعتمادا على آليات دعم ومرافقة الفلاحين. محمد أمين بوتومي. حققت الجزائر في الموسم الفلاحي الماضي نسبة إنتاج قاربت بلوغ الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب. أمام هذه الأرقام تقرر إحداث خطوات وإجراءات خلال هذه السنة الفلاحية لزيادة الإنتاج. من بين الخطوات توسيع المساحات المستغلة والمسقية، فبولاية ميلا التي حققت المرتبة الأولى وطنيا بدأت تعاونية الحبوب والبقول الجافة في عملية تسليم البذور والأسمدة لفائدة الفلاحين مع انطلاق حملة الحرث والبذر. الدولة راهي مدعمة وراهي واقفة، وإن شاء الله يكون العام مليح، إن شاء الله العام 24-25 إن شاء الله يكون مليح، وإحنا إن شاء الله نبذروا بالجهود تاعنا شي نقدروا عليه. إحنا مع الدولة ومع الإنتاج الوطني. هذا الموسم هذا انطلقنا إن شاء الله بالتعاون مع التعاونية اللي وفرت لنا البذور والأسمدة، والعملية كانت راهي انطلقنا مع الحرث، وهذه كان سنة موسم إن شاء الله، خاصة بعد سقوط هذه الأمطار رانا ننتظر إن شاء الله بيكون هذا الموسم موسم جيد. تعاونية الحبوب والبقول الجافة انطلقت في تحضير حملة الحرث والبذر في أواخر جويلية، وهذا مما أعطانا الفرصة لنكون جاهزين من ناحية البذور ومن ناحية العتاد الحرث والبذر على مستوى التعاونية. كذلك أننا فتحنا شبابيك الموحدة للقرض الرفيق. ولاية باتنا التي حققت أرقاما مقبولة في إنتاج الحبوب خلال حملة الحصاد الأخيرة، يعتزم المنتجون فيها الانخراط في مسعى الاكتفاء الذاتي في الشعبة الفلاحية الأكثر استراتيجية، حيث بدأ فلاح الجهة الجنوبية من الولاية في بذر الحبوب. اليوم رانا جبنا الحبوب من عند سيالة سالتنا الأمور، وراح نبدأ الزرع. رانا في كما تشوفوا مدينه باريكه، مدينه يعني منطقه شبه جافه، الحمد لله احنا عندنا لي فوراج تاعنا، نبداو نسقيو مباشره، والدوله تاعنا راهي تدعم في الفلاحه. تعاون الحبوب والبقول الجافه لولايه باتنا وفرت جميع الامكانيات الماديه والبشريه من اجل انجاح هذا الموسم، اين خصصت اكثر من 140 الف قنطار من جميع الاصناف البذور، 14 وحده بيع البذور على مستوى تراب الولايه، أربع شبابيك موحدة للقضاء الرفيق. وتحسبا لزيادة الطلب على البذور بفعل توسع المساحات، وفر الديوان الجزائري المهني للحبوب ما يفوق 4 مليون قنطار من البذور النظامية. في الانشغال الصحي وسعيا لاحتواء الوضعية الوبائية عقب تسجيل حالات إصابة بدائي الملاريا والدفتيريا ببرج باجي مختار، حملات تلقيح واسعة تشهدها الولاية لا سيما في المناطق النائية. العينة من قرية عبان رمضان، روبورتاج محمد تلمدات بصوت آسيا غريب. هنا بالقرية النائية عبان رمضان بولاية برج باجي مختار، حطت القافلة الطبية لتلقيح الساكنة من البدو الرحل ضد داء الملاريا والدفتيريا. الحمد لله الدولة تبدأ تكفلغ تليل تلي ناس مسينا المعاونة تليل تمسينا هاس الليلة نرضى في الناس. وسنة نغدى الطبة وين هلال الأحمر، وسنة نغدى القرية وين عبان رمضان. القرية تجينا نغي سفرنا مليح يولاغن. الحمد لله نشكر الجزائر هو لأن الموضوع ورغل في اللي سجل الدعم. هذا الإجراء الوقائي من شأنه ضمان تكفل أمثل بالمواطنين للحد من انتشار الوباء. جينا من أجل تلقيح السكان هنايا، هي شوية منطقة معزولة. طبعا كعادته الهلال الأحمر الجزائري بكوادره وطاقم الطبي كل تنقل إلى هذه المنطقة. هنا
يعني نذكر مجهودات الدولة التي قامت بإيصال جميع ما يمكن إيصاله لهذه القرية من من مستلزمات طبية، من كوادر طبية. قوافل إغاثة وأطقم طبية جندها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الوباء، مجهودات تعكس تلاحم أبناء الوطن في مختلف المحن والأزمات. وتبعاً للتعليمات الرامية إلى احتواء الوضعية الوبائية بأقصى الجنوب دائماً، حملة تحسيسية توعوية وتكفل صحي بالبدو الرحل والعابرين للمناطق الحدودية مهما كانت جنسياتهم بتنزوة بإنجزام. ملك درحمون. بآخر نقطة في الحدود الجزائرية بأقصى الجنوب، جهود مكثفة يشترك فيها عناصر الحماية المدنية والهلال الأحمر بهدف تقديم رعاية صحية للبدو الرحل وكشف الحالات المصابة بداء الملاريا والدفتيريا. نشكر جماعة الهلال الأحمر والحماية المدنية وجماعة الطبيب اللي راهم يديروا لنا الدواء هنا، نجوا داخلين ويديروا لنا الدواء ويديروا لنا العلاج ويشوفونا ويكشفوا علينا. نشكر الدولة الجزائرية، بارك الله فيكم، على الهلال الأحمر، داروا مجهوداتهم ومع الحماية المدنية. سطرت عناصر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية رفقة الهلال الأحمر والحماية المدنية برنامجا بمناسبة فتح المعبر يومي الأحد والخميس لتفادي انتقال عدوى الملاريا والدفتيريا والكشف عنهما مع إحصاء عدد من المصابين وتوجيه كل من الإصابات المؤكدة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إنجزام مباشرة. تراجع كبير في عدد الإصابات المسجلة سجلتها المصالح المعنية في الأيام الأخيرة بعد حملات التحسيس والتلقيح عبر كامل إقليم الولاية. أرسلت مديرية الحماية المدنية قافلة طبية متكونة من أطباء مختصين في طب الاستعجالات والكوارث، هو مجموعة من الممرضين زائد سيارات إسعاف. الهدف من هذه الحملة هي تلقيح سكان المنطقة. قمنا بحملة تحسيسية لبعض الوافدين حول مرض الملاريا والدفتيريا، بالإضافة إلى توزيع بعض المؤونات الغذائية ومجموعة من المياه للمحتاجين إليها في هذا المعبر. جهود حثيثة من شأنها تقليل من عدد الإصابات وتوفير رعاية صحية للمواطنين تضمن منع تفشي الوباء بإنجزام. في ملف التعاون، استقبل أمس رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل نظيره من جمهورية موريتانيا محمد الأمين ولد سيدي، وتم خلال اللقاء تقديم شروحات حول المهام التي تطلع بها هذه المصالح وآليات العمل المتبعة في معالجة وحماية البيانات الشخصية. اللقاء توسع ليشمل وفدي البلدين، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الرقمية والتكنولوجية. في تونس، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بلغت 27.7% بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وقد تنافس في هذا الاستحقاق 3 مترشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي ورئيس قيس السعيد، في انتظار إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء اليوم. نظم صباح اليوم عمال التلفزيون الجزائري رفقة عمال الإذاعة الوطنية وقفة تضامنية مع أهالي غزة إزاء ما يتعرضون له من عدوان همجي غاشم من قبل العدوان الصهيوني.
وفي تطورات الوضع المأساوي بفلسطين، تصعيد متواصل للاحتلال الصهيوني الذي كثف من استهدافاته على مختلف أنحاء القطاع، خاصة في رفح وعلى مخيمات البريج والنصيرات، بل وصل به الحد إلى قصف مركز إيواء لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم جباليا شمالا، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. هذا وأحصت مصادر طبية أمس استشهاد 40 فلسطينيا على الأقل عبر مختلف نواحي القطاع. وتزامنا مع ذكرى طوفان الأقصى، أصدرت فصائل المقاومة بيانا مشتركا أكدت فيه تشبثها بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف شامل للعدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر ورفع الحصار وإعادة الإعمار وتحقيق صفقة تبادل جادة للأسرى. هذا وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في دير البلح وسط القطاع إثر قصف طال مسجدا يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. إلى ذلك أعلنت قوات الاحتلال عن تطويق منطقة جباليا شمال القطاع لشن عملية عسكرية جديدة، كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء قسرية للمدنيين من محافظتي جباليا وبيت لاهيا. مراسلنا وسام أبو زيد. هكذا يبدو ليل غزة، هجمات إسرائيلية جديدة على مناطق متفرقة في القطاع تعيد إلى الأذهان سنة مضت من الحرب، ليقصف الاحتلال مسجداً على من فيه من نازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 فلسطينياً. أولادي تنين الصغار. وهكذا أفاقت غزة على سكان لا يواجهون القتل والإصابة فحسب، بل يعانون أيضاً حجم الخوف والرعب الناتج عن الغارات المكثفة والأحزمة النارية التي طالتهم وهم نيام. الساعة 2:30 الليل خلوا قصف، جيت على المسجد لقيت 21 شهيد وطلعناهم المستشفى وفي إصابات. لأن الناس نازحين وملهاش علاقة وتركت بيوتها بعد ما انقصفت، ويعني لهم مكانين، يا يناموا في الشارع يا اما في المساجد، هو المسجد يعني أصلح مكان اللي هو نازحين. لتمتلئ ساحات المستشفى وسط القطاع بجثامين الضحايا من المدنيين النازحين وينضم إلى ركب الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان، وملأ الحزن قلوب الأهالي على فلذات أكبادهم وفراق الأحبة. صاروخ أجا فجرهم كلهم طاروا، كلهم طاروا من البيت، ما ضلش حدا، اللي كان في البيت كله مات، كله استشهد. وبينما كان الفلسطينيون يحصون شهداءهم وسط القطاع، كانت الطائرات تصب حمم الموت والدمار على الأرض في شمالي غزة، وتشتد معها وتيرة الألم والفقدان، وذلك بعد أن وسع جيش الاحتلال من توغله البري بغطاء كثيف من القصف المدفعي والجوي طال عائلات بأكملها، ومن نجا منهم يصيح ألما بحثا عن أبنائه بين أكوام من الركام. احنا فجأة هين كنا قاعدين بنصلي الظهر، لفجأة ما بنسمع هيك صاروخ F-16 نازل في المربع عندنا هنا، فجأة طلعنا نجري من لاقي جيراننا، لو مليان شهداء تحت الانقاذ، مليان شهداء تحت الانقاذ، مش عارفين شو نسوي احنا. فإمعان الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين سيضاعف حتما من فاتورة الحساب والثمن الذي سيدفعه على يد الأجيال الفلسطينية المقبلة، خاصة بعد أن تقاعست حتى المنظومة الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي لبنان يواصل الكيان الصهيوني عدوانه، حيث استهدف ليلة أمس الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا واستشهد العشرة في قصف طائرات الاحتلال مباني سكنية في مخيم البداوي شمال البلاد، كما تعرض محيط مستشفى في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان لسقوط 4 قذائف مدفعية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الكادر الطبي وطواقم الإسعاف. إلى ذلك قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني قرى وبلدات الشرق وجنوب البلاد، ما أسفر عن ارتقاء عشرات المدنيين وإصابة المئات، ناهيك عن الدمار الكبير الذي لحق بالمباني.
رائد التطبيع بامتياز، إنه نظام المخزن المغربي المنعزل عن شعبه الحر، الرافض لمصادرة السيادة، المنتفض الساخط على الأوضاع، الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني. خليد حاج جلالي. هكذا أضحت الشوارع المغربية، ارتفعت بها حدة الأصوات المطالبة بإسقاط التطبيع. مسيرات حاشدة بمكناس، مراكش، الرباط، طنجة وباقي مدن المملكة، صوت جماعي واحد وزخم تضامني تنامى ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني. هي مناسبة أيضا لنجدد موقفنا، مطالبتنا لبلادنا ولمختلف الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، هذا الكيان الذي لا يشرف أيا كان أن يكون على علاقة معه. فنقول أنه آن الأوان لبلادنا أن تغلق بشكل رسمي ونهائي مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني، وأن تحل اللجنة البرلمانية للشراكة، وأن تقطع كل اتفاق التعاون. فالمغاربة والفلسطينيين هم شعب واحد، وهذا الكيان لا يعني فلسطين لوحدها ولا يعني لبنان لوحدها، عينه على الأمة العربية والإسلامية. لذلك علينا أن نتحد، علينا أن نتجاوز الخلافات، علينا أن نكون صفا واحدا لمجابهة هذا العدو. جدد المحتجون المتوشحون بالكوفيات والأعلام الفلسطينية التنديد باتفاقيات الخزي والعار وجرائم الكيان الصهيوني. ماذا ينتظر النظام السياسي المغربي من هذا النظام المجرم الجبان، هذا النظام الإسرائيلي الذي يقتل إخواننا اليوم في غزة العزة؟ نقول النظام السياسي اليوم كفى من مواصلة اتفاقية التطبيع، هذه فرصتك من أجل مسح هذا العار. فرصة نندد فيها وندعو فيها حكومتنا وندعو فيها مسؤولين بالعودة والتوبة والأوبة عن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. عقيدة راسخة لدى الشعب المغربي تجاه عدالة قضية الشعب الفلسطيني، زخم تضامني ضم مختلف الأطياف الفكرية والحقوقية وشكل وعيا شعبيا يجوب شوارع المملكة لتذكير المخزن بقدسية القضية. في الرياضة، تواصلت أمس مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث تمكن اتحاد الجزائر من الفوز على ضيفه مولودية البيض بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وفي لقاء آخر انتهت مباراة اتحاد بسكرة وضيفه شباب الوزاد بالتعادل السلبي بين الفريقين في بسكرة. كما انتهت مباراة القمة بين النادي الرياضي القسنطيني مولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة بملعب بن عبد المالك بقسنطينة، في وقت عاد فيه فريق شبيبة القبائل بفوز كبير على حساب نادي باراد بثلاثية نظيفة بملعب 20 أوت بالعاصمة. أما اتحاد خنشلة فحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الصاعد الجديد ترجي مستغانم بهدفين دون مقابل. بهذا الخبر الرياضي نطوي أوراق نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.